طيب أعتقد كده تمام. طيب هتشيك على حاجة تانية. البورد الكلام اللي بكتبه عليه هنا واضح؟ يعني لو كتبت هنا واضح ولا مش واضح؟ هي الشاشة عايز برضو متشقلبة، حد هي كده يكون الشاشة معكوسة. الشاشة متشقلبة. طيب أيوة طيب نعدل الشاشة. طيب طيب اوكي، ايه الاخبار كده؟ كده أيوة تمام. تمام كده، أيوة تمام. طيب كده تمام، حلو قوي. طيب انا بس عايز اتعرف عليكم سريعا كده قبل ما نبدا، عشان ابقى عارف كل واحد كده في جريد كام. كامبريدج ريكسل، يعني عايز سريعا كده نتعرف على بعض. ممكن سريعا كده نتعرف على بعض. أنا اسمي يسري وفير ناين. يسري في جريد 9. ازيك يا يسري؟ ازيك؟ الحمد لله. مين تاني؟ أنا فرح خالد، بي اي اوكي جي جريد مين ناين تاني؟ وكامبريدج. اوكي ازيك يا فرح؟ كله اوكي؟ ده كله جريد 9 ولا ايه؟ أنا سعيد، كامبريدج. جريد 10. أيوه كويس اوكي. جريد 10 ده انت عارف حاجات كتير بقى من اللي هنتكلم فيها المفروض. أيوه أنا خلصت السيلبس أصلا. اوكي كويس قوي. في حد تاني كده يا جماعه؟ يعني يسري وسعيد وفرح. أنا حبيبة. ومين؟ يسري وسعيد وفرح. دي حبيبه. أنا حبيبة أحمد، حبيبه اي ماشي. جي ناين كام وكمل؟ تيك ناين الواي مظلم. اوكي حلو أنا قوي. جانا جريد ناين اي جي كامبريدج. اوكي طيب يعني السؤال بقى الكل، في حد جاي تاني يا جماعه ما تعرفناش على بعض ولا كده كله؟ كده كله تمام صح كده؟ الشباب كده في حد ما قالناش؟ في تقريبا جنى كمان صح؟ ولا التالي في جنى وريناد؟ يعني في ناس انا شايفهم بس ما طيب، يعني مش عارف اللي مش بيرد عليا ده معانا ولا مش معانا ولا طيب. يعني انا مش طب اللي اتعرفت عليه سعيد وحبيبة وفرح، الشباب دي معايا كده تمام صح كده؟ ايوه احنا موجودين. موجود. طيب سؤال بقى للشباب بتاعت جريد 9، يعني جريد 9. على انا هعمل لكم كمان شير سكرين دلوقتي تبقوا شايفين نوتس معايا والبورد. هل البورد واضحه؟ يعني الكلام واضح على البورد ولا نص نص ولا ايه؟ لا هو مشوش شوية، مش قوي، مش واضح. لا مش واضح. طيب خلاص عشان كده هعمل لكم شير سكرين، هتبقوا شايفين النوتس مع الشرح طالما البورد مش واضحه قوي. يعني مش عارف هي ليه مش واضحه يعني، فاعمل لكم دلوقتي شير سكرين. عقبال بقى ما اعمل شير سكرين كده، عايز اسال كام سؤال للشباب بتاعت جريد 9 اللي هو موست اوف الكلاس النهارده. هل وصلتوا يعني لحد ترانسبورت امبلانتس في المنهج ولا دي هتبقى اول مره تسمعوه؟ طبعا جريد 10 اوريدي كده كده وصل يعني. انا بالنسبه لي لا، لغايه بس biological molecules يعني خدت فيه الكور والاكستندد. يعني في الست بناخد على حسب الشابترز مش على حسب التوبكس. يعني فاحنا بناخد يعني خدنا لغايه التوبك ده بالكور والاكستندد. اوكي يعني عشان افهم اكتر، يعني سمعت الكلام ده قبل كده او يعني اللي مين اللي بيكلمني بس ممكن يقول لي عشان ابقى أنا فرح. مش شايفكوا؟ فرح صح؟ اوكي
خدتي الترانسبورت صح كده؟ لسه لا لسه اوكي. طيب سعيد ولؤي جريد 10، يعني لؤي زيك وريناد جريد 9 زي كريناد. طيب جريد 9 الباقي يا جماعه خدتوا ترانسبورت ولا لا؟ الصوت فيه مشكله بسيطه، مش عارف انا الانترنت كونكشن عندي شايفها مظبوطه. حتى يعني طلع عنده مشكله في الانترنت. حد يا جماعة تاني طيب عنده مشكلة؟ يعني اللي سامعني ده بيرد عليا عشان أبقى عارف الصوت لسه. لا أنا سامع، أنا سامع صوت سامع سامع. أوكي كويس. أنا بحاول أعمل لكم بس شير دلوقتي، هو بياخد وقت شوية بس بيفتح من اللابتوب. طيب يعني نرجع للسؤال اللي كنا بنسأله، إن أغلبية الناس دلوقتي ما خدتش الترانسبورت، فهيكون حاجة جديدة على الكل يعني، فدي حاجة تبقى كويسة بالنسبة لي. طيب أنا عايز، مش عارف مين هوست، يعني أنا عايز الهوست يديني أكسس للعامل شير سكرين علشان أعرف أعملكم على اللابتوب. حضرتك نعم؟ حضرتك حاليا كوهوست تقدر تعمل شير سكرين، بس هو بيطلع لي مسج مكتوب فيها هوست ديسيبلد بارتيسيبنت سكرين شيرنج، مش عارف اظبطها من عندي ولا اعمل ايه. هو المفروض ان انا بعمل لحضرتك كوهوست وبتعمل شير سكرين عادي. اوكي بس انا مش يعني مش يعني أنا فاتح دلوقتي من اللاب، ممكن أحط أول حاجة الكاميرا host disabled participant screen. طيب يعني مش بحاول هو share screen ومش راضي، فأنا بس عايز أورينه من النوتس من عندي أو مش راضي خالص، أنا مش عارف. طيب تمام لحظة واحدة معلش. لا لا طب انا حاولت افتحها من عندي عشان هيكون فيها كوهوز. شوف كده اه ظبطت. طيب خلاص تمام اوكي حلو قوي. طيب كده نرجع كده الموبايل مكانه. في تقطيع ممكن يروح دلوقتي التقطيع ده، ممكن يكون مشكلة بس في الانترنت. طيب ايه اخبار كده، شايفين السكرين ولا مش شايفينها؟ ايوه شايفينها. شايفين حلو قوي قوي قوي. طيب هعمل انترودكشن سريع قوي عشان نخش مع بعض في الترانسبورت امبلانت. طيب ايه هو الترانسبورت امبلانت؟ زي ما في الهيومن احنا عندنا blood vessels، عندنا lymphatic vessels، حاجات بتنقل من حته لحته من حته لحته. البلانت برضو عنده نفس الكلام ده، عنده حاجه اسمها transport system. السيستم ده مسؤول ان هو بينقل الووتر، بينقل الفود بتاع البلانت من حته لحته. تمام، ما احنا كلنا عارفين اعتقد دي تبقى معلومه جديده خالص، ان عندنا الارتري والفينز في البلد فيسلز بتاعت البني ادم. الارتري يبقى فيه اوكسجينيتد بلد والفينز فيها دي اوكسجينيتد بلد. انا بيظهر لي مسجز كتير تقريبا مش عارف. اوكي نكمل. طيب زي ما قلنا ان يبقى فيه ارتري وفيه فينز، فالبلانت عنده نفس الفكره، عنده
vessels بتنقل حاجات معينه وvessels ثانيه بتنقل حاجات معينه. طيب نخش اكتر in details. لو بصينا على الصوره اللي قدامنا دي، الصوره اللي قدامنا دي هي بمنتهى البساطه الصوره في طبقه بره وفي اتنين vessels كبار قوي جوه اللي هم الزايلم والفلو. ده اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي، الزايلم والفلو. طيب يعني ايه زايلم يعني ايه فلو؟ لو انت بصيت، لو بصيت معايا كده في الصوره كويس، الصوره واضحه صح؟ الشير سكرين قدامك واضحه كويس؟ واضح واضح. تمام، لو بصيت هتلاقي الزايلم ليه شكل معين اللي هو مرسوم بالاحمر، والفلوم الاخضر ليه شكل معين، يعني الاثنين شكلهم مختلف. وده خليني استنتج من قبل ما اتكلم، لو حاجه شكلها مختلفه يعني ليها ادابتيشنز مختلفه، ده معناه ان ليها فانكشنز مختلفه. طيب يعني ايه الكلام ده اكتر؟ يعني ايه الكلام ده اكتر؟ هنبص على كات ثانيه، او كات ثانيه برضه هنبص، عندنا الزايلم اهو والفلوم اهو. تمام، طيب خلينا نبدا نعرف، طب الزايلم والفلوم دول اللي هم الفيسلز زي عندك انت في جسمك الارتري والفينز، بيجيبوا الحاجات منين وبيودوها فين ويعني ايه والكلام ده كله؟ طيب هنعرف منين الكلام ده؟ تعال نجيب القصه من بدري قوي، من بدري قوي خالص. اي حد يعرف ان البلانت عشان يعيش لازم يسقي ميه. طيب حلو قوي، جينا بصينا ان اي بلانت، ادي السويل وادي الستام بتاع البلانت وادي الروتس. تمام، طيب هنيجي نبص، مش عارف هل واضح شويه الرسم ولا لا، بس انا بحاول ارسم كبير يعني عشان يبان. طيب هنيجي نبص على الروت. الروت ده متكون من سيلز، يعني المربع اللي انا عملته ده سيل. طيب السيل دي عامله ازاي؟ الاقيها سيل عاديه؟ لا، السيل دي مش عاديه، السيل دي بنلاقيها عامله زي ليها اكستنشن كده. طيب عايزين نبص على الصوره اوضح شويه عشان مش عارف البورد باينه ولا لا. الصورة أوضح قدامنا إيه؟ روت هير سيل. تمام؟ إيه الروت هير سيل دي بقى؟ الروت هير سيل دي ليها قصة بقى. الروت هير سيل دي اللي مسؤولة إنها تدخل لي المية جوه البلانت. معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ معاك. معاك. طيب ليه إحنا سميناها الاسم؟ ليه سميناها الاسم المختلف ده؟ يعني ليه سميناها روت هير سيل؟ لان احنا لقينا عندها حاجه عامله زي الشعر اهي. الماوس باين قدامك ولا لا؟ باين. باين. الحته اللي بتحرك عليها دي الهير. الهير دي زي الشعرايه عندك عادي جدا. طيب الشعرايه دي لازمتها ايه؟ لازمتها ايه؟ لازمتها انها بتزود لي السيرفس اريا بتاعت الروتس. مش احنا عارفين الروتس بتبقى كتيره 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 كتيره؟ طيب انا لو في كل سيل من الروتس دي طلعت منه شعرايه صغيره، مش انا كده زودت السيرفس اريا؟ يعني البلانت يقدر ياخد ميه احسن. طيب يبقى انا كده الروت هير سيل دي ساعدت لي البلانت ان هو ياخد ميه. تمام، انا عارف يا جماعه ان الحته دي صعبه، فاحنا واحده واحده مع بعض، يعني واحده واحده لحد ما نوصل للترانسبيريشن اللي هو اصلا الموضوع بتاع النهارده. اوكي، طيب الروت هير سيل دي كمان لو بصيت هتلاقي عندها فاكيول كبير قوي. شايف في الحته البيضاء الكبيره اللي هنا دي؟ الفاكيول كبيره قوي. طيب الفاكيول الكبيره دي ايه لازمتها؟ البلانت ايه لازمه ان الفاكيول تبقى كبيره في الروت هير سيل؟ خدنا الاسموزز يا جماعه، خدنا الديفيوجن والاسموزز والاكتف ترانسبورت ولا لا؟ خدنا. ايوه خدنا. شباب ايوه خدنا. طيب اوكي، طيب انا عايز، انا هسال يعني حد من اللي طالع لي قدامي بقى وخلاص، فزي ما تظبط كده يعني. طيب انا لو سالت لؤي، لؤي سامعني؟ نعم لؤي سامعني. طيب خدت يا لؤي الاسموزز والديفيوجن صح كده؟ نعم ايوه اخدتها. طيب
الفاكيول دي انا بقول لك، انا هديك معلومه والمعلومه اللي هقولك دي عايزك ترد عليا. الفاكيول دي بقول لك انها مليانه مينرالز، يعني الفاكيول دي كونسنتريتد. تمام؟ تفتكر ده يساعد الدايركشن بتاع الووتر ان هو يمشي من السويل للروت، ولا يمشي من الروت للسل، ولا للسويل سوري يمشي من الروت للسويل؟ من السويل للروت باي ايه؟ ايوه من السويل للروت، صح، اجابه صح. باي ايه يعني الحركه دي بنسميها ايه؟ هل بنسميها اكتف ترانسبورت، ولا بنسميها اوسموز، ولا بنسميها ديفيوجن، بنسميها ايه؟ بنسميها طب حد غير له اي يا جماعه عشان الصوت عند اي تقريبا راح، يعني انا قدامي كمان يعني فرح مثلا، عرفتي تقولي لي فرح باي ايه يعني باي اسمه؟ طيب معلش معلش الصوت حد عنده اعتراض على الفرح ولؤي؟ الو ايوه لا لا ولا منك. حد عنده اعتراض على الفرح؟ كله تمام، كله حتى حد يقول لي مثلا ثامز اب بس مع الكمبيوتر كمان لا يعني. انا اقول اوكي اقول اكتف ترانسبورت. مين اللي بيقول اكتف ترانسبورت وليه؟ انا ريناد، عشان الاكتف ترانسبورت from low concentration to high concentration وهتتاخد ان الفاكيول concentrated water not minerals. طيب هو اللي رد ده رد صح، انا مش عارف مين بالظبط اللي رد بس رد رد صح. يا ريناد الاكتف ترانسبورت ده مينرالز، يعني انا دلوقتي عندي زي مثلا احنا قاعدين في اوضتين جنب بعض، في اوضه فيها 10 طلاب واوضه تانية فيها 5، لو انا فتحت الباب وشديت واحد من الخمسه دي غصب عنه دخلته عندي الاوضه، ده اكتف ترانسبورت. يعني ليه اكتف ترانسبورت؟ لان انا بذلت مجهود، فتحت الباب وخدت واحد غصب عنه دخلته. طب الحركه بتاعت الووتر بتبقى اسمها ايه؟ بتبقى اسمها اوسموزز. يعني الووتر لما تمشي ناحيه المكان الكونسنتريتد، المكان الكونسنتريتد ده يعني مليان مينرالز، يعني كانه مليان طلبه في الاوضه بس هو ما فيهوش ووتر كتير. يعني المكان اللي فيه مينرالز كتير ما فيهوش ووتر كتير، فالووتر تروح له باي اوسموزز. بس المكان اللي فيه مينرالز كتير وانا عايز ادخله مينرالز تاني، حركه المينرالز اسمها اكتيف ترانسبورت. ليه؟ لان انا بدخل المينرالز غصب عنها، اما الميه تحب تروح المكان الكونسنتريتد. ليه؟ عشان تخليه دايليوتد. فاهمه حاجه ولا مش فاهمه؟ اه انا عندي سؤال واحد بس. طيب لو حد عنده اي سؤال في اكتيف ترانسبورت واوسموزس يعني يا ريت بسرعه عشان ننقل على النقطه اللي بعدها. مش هو الووتر هنا في لما بيبقى في السويل بيروح للبلانت بالاكتيف ترانسبورت، عشان بيبقى في البلانت نفسه جوه بيبقى فيه هاي ليفل اوف ووتر؟ لا لا جماعه انا هكتب لكم هنا على اللابتوب علشان ممكن يكون الخطوه مش باين. احنا عندنا في حاجه اسمها اكتيف، لا هنا الكتابه صعبه قوي. طيب لا يعني مش هتنفع الكتابه هنا صعبه قوي. طيب احنا يعني تاني البورد مش باينه خالص، يعني البورد ما فيش امل انها تبان ولا ما؟ لا رسمنا لها واضحه. طيب يعني سريعا كده سريعا، في حاجه اسمها اكتيف ترانسبورت. حضرتك قربها شويه ممكن تبان. ماشي ممكن اقربها لكم فعلا. وعندنا اوسموزز الثلاثة، يعني انا مش عارف لو مثلا نقلت البورد هنا اهو هل كده بقت اوضح مثلا البورد؟ اوضح بكتير. طيب حلو قوي، احنا عندنا الثلاثة دول. بص اللي هكتبه دلوقتي عشان اللي هكتبه ده مهم جدا 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 جدا. اوسموزز يعني ووتر. اسموزز يعني ايه؟ Water. Water. يعني ما ينفعش
اقول مينرالز بتتحرك تقول لي باي اوسموزس كده صفر، يعني كده احنا اصلا مش داخلين في مناقشه. مينرالز اي سولز تتحرك باي ديفيوجن او اكتيف ترانسبورت. بص انا ببسطها لك قوي دلوقتي وليتر اون ممكن نمشي على الحته دي. يعني ايه الكلام اللي بقوله؟ يعني لما اقول لك في اي يوم من الايام الميه راحت من هنا لاسكندريه راحت اي باي اوسموز، هي ما بتتحرك باي اوسموز، ما بتتحركش بطريقه ثانيه، يبقى الووتر بتتحرك باي اوسموز. انا كده كده احنا ما فيش اي اختلاف بيننا، دي حاجه جيفن، تمام. طيب الاكتيف ترانسبورت والديفيوجن دي حركه مينرالز، طيب يعني ايه؟ يعني والله بص انا دلوقتي هرسم لك هنا مربع وهنا مربع هنا مربع وهنا مربع، كويس. ادي دايره 2 3 4 وادي دايره هنا برضو دايره 2 3 وادي دايره، يعني اي عدد من الدوائر معايا كده. ريناد ومين اللي كانوا بيسالوا على الاكتف ترانسبورت والديفيوجن عايزهم هم اللي يردوا عليا عشان ابقى ايه متاكد ان اللي عنده مشكله في الحته دي فهمها. ريناد ومين يا جماعه؟ انا سعيد. انا شباب. طيب السؤال دلوقتي هو مين التاني غير ريناد؟ يعني قول لي اسمه بس عشان مش بيبان عندي مين متكلم، يعني عشان بس ابقى واخد بالي. أنا السعيد اللي كنت بتكلم عنه. جماعة أوكي سعيد هتردي لي على الديفيوجن ورنيد هتردي لي على الأكتيف ترانسبورت. سعيد قولي في الديفيوجن المفروض السولس اللي تمشي دي تمشي من 1 ولا 2 ولا من 2 ل 1؟ يعني السهم مرسمه ازاي كده اهو ولا العكس؟ انا مش شايف الدايجرام بس الديفيوجن بيحصل من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. لا 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 انا عايزك تبص معلش على الدايجرام، الصوره مقطعه يعني ولا ايه؟ انا عايز الدايجرام بالذات، يعني شايفه ليه؟ النور مش مظبوط ولا ايه اللي مخليك مش شايفه؟ ايوه انا شايفها دلوقتي الايه؟ تقريبا شايفها. اوكي طيب دلوقتي في الديفيوجن المفروض السولس اللي تمشي دي تمشي من بوكس 1 ولا البوكس من البوكس 2 ولا العكس من 2 ل 1؟ من 1 ل 2. حلو، من 1 ل 2 يعني المكان اللي فيه سولس كتير يروح لسولس ثاني، يبقى دي تتنقل هنا اهو، يبقى كده ده في اتنين وده في اتنين. حد عنده اعتراض على اي حاجة من اللي مكتوبة هنا دي؟ حد عنده اعتراض على الديفيوجن؟ كده كله تمام. طيب ريناد هنا في الاكتف ترانسبورت السولت هتمشي من 1 ل 2 ولا من 2 ل 1؟ من 2 ل 1. من 2 ل 1 ولازم في الاكتف ترانسبورت هيعمل من 2 ل 1 عن طريق ان هو بيستخدم انرجي، يعني في انرجي هيستخدمها عشان يعمل الاكتف ترانسبورت. هنا الديفيوجن بيحصل كده عادي، يعني دي حاجه عاديه مش محتاجه انرجي، هنا بستهلك انرجي يعني انا بشدها منه. طيب في نفس الاكزامبلز انا هنا كنت بتكلم على ايه؟ على المينرالز، يعني اللزق اللي انا كاتبه ده بتكلم بيه على المينرالز. طيب لو انا بقى دلوقتي قررت اتكلم عن الووتر، قلت لك والله انا هجبت هنا بينهم سيمي بيرميبل ممبرين، خلي بالك من اللي بقوله ده كويس قوي، كلمه سيمي بيرميبل ممبرين كويس، وبقول لك الووتر هتمشي ازاي؟ الووتر تمشي هنا من 2 ل 1 ولا من 1 ل 2؟ من 2 ل 1. من 2 ل 1. من 2 ل 1 صح. طيب بص بقى برضه اللي هتقوله اهو في الديفيوجن،
هتمشي من تول 1 ولا من 1 ل 2؟ 1 ل 2. 1 ل 2 غلط. غلط ليه بقى غلط؟ لان انت هنا عندك مين فيهم اللي دايليوتد ومين اللي كونسنتريتد؟ ايوه 2 هي ال دايليوت، 2 هي الدايليوت. لا من تول 1 يبقى تمشي من تول 1 برضو. الووتر ولا المينرالز؟ يبقى انت عندك اوسموزيس. بص بقى الكلام ده، انا بتكلم على الووتر، بقول من تول 1 ده الووتر. مستر هو ازاي في الاكتيف ترانسبورت الووتر هتتنقل؟ مش بس هي هتتنقل في الاوسموزيس؟ لا ما ده اللي بقوله. بقول دلوقتي لو عندك الدياجرام ده من غير كلمه اكتيف ترانسبورت، وبسالك في الدياجرام ده الووتر هتمشي ازاي باي اوسموزيس، من تول 1 ولا من 1 ل 2؟ يعني سيبك من كلمه اكتيف ترانسبورت، بقول الدياجرام اللي قدامك هنا ده، الدياجرام ده الووتر تمشي فيه ازاي؟ انا مستني من تول 1. من تول 1. من تول 1 فيها مينرالز اقل. حلو قوي. بصوا بقى انا هجمع لكم التجميع دي اللي ما ينفعش تلخبطوا بعدها ما بين الثلاث حاجات دول. كلمه اكتيف ترانسبورت، اكتيف ترانسبورت انا معايا كله شايف البورد صح، عشان يعني ايش بكتب لنفسي. وفي ديفيوجن، بصوا بلون مختلف، بلون مختلف ما لهاش علاقه بيهم، لون مختلف ما لهاش علاقة بيهم. أوسموزز كويس. الاثنين دول، الاثنين دول movement of minerals. أوسموزز movement of water. تمام كله تمام؟ حد كده عنده اي مشكله؟ ما فيش اي مشكله كده صح؟ لا. حلو قوي. الاكتيف ترانسبورت عشان تحصل محتاجه انرجي، ومنين لفين؟ من اللو للهاي. طيب الديفيوجن مش محتاجه انرجي، ومن الهاي لللو. كل ده اوف ايه؟ اوف سولز او مينرالز او سوليوت. يعني كلمه مينرالز هي هي كلمه سولز هي هي كلمه سوليوت، عشان لما تشوف الثلاث كلمات. طيب اوسموزز، اوسموزز بنتكلم على موفمنت اوف ووتر. يعني ايه موفمنت اوف ووتر؟ يعني انا بتكلم عن سوليوشن كامل. يعني انا دلوقتي بتكلم ان الووتر بتمشي من ال diluted solution. يعني ايه كلمة diluted؟ diluted يعني انا جبت كوباية مية، او جبت كوباية مية حطيت عليها معلقة ملح، جبت كوباية مية تاني حطيت عليها تلات معلقة ملح. يبقى الكوباية اللي فيها معلقة ملح دي diluted، ولا اللي فيها تلات معلقة ملح دي اللي diluted؟ اللي فيها معلقة. لا اللي بيقول تلاتة ده مش معايا خالص يا جماعة. مين اللي بيقول تلاتة؟ بس واحدة واحدة كده. فيها تلات معالق ملح، يعني تشرب ليها مملحة قوي قوي، فدي concentrated. concentrated يعني حاسس بالطعم قوي، يعني حاجة مليانة السوليوت ده. مين اللي قال تلاتة بس؟ يعني أنا بس عشان أفهمه أشوف إيه المشكلة. طيب يعني الصوت أو مش عارف هو اختفى. طيب من diluted ل concentrated solution. حد ولازم هنا في الاسموز تلاقي كلمه سيمي فيرمبل ميمبرين. سيمي فيرمبل ميمبرين. حد عنده مشكله في الثلاثه ديفينيشنز دول، او الثلاثه موفمنتس اوف سبستنس؟ ده درس تاني، بس يعني احنا اضطرينا نقوله نتيجه الاسئله. في حد عنده مشكله الموضوع ده؟ معلش لحضرتك تعيد اخر واحده اسمه بس تاني. معلش انا يعني ايه اسموزس؟ اسموزس دي ملهاش علاقه
بالسوليوت او بالملح او بالمينرال ملهاش علاقه. اوسموزس دي يعني movement of water. افتكري مكتوبه بالازرق لون الماء movement of water كويس. كان يعني قصدي كانها ازرق يفكرك بميه يعني. طيب الميه بتمشي ازاي؟ الميه بتمشي لازم يبقى في حاجه اسمها سيمي بيرميبل ميمبرين، يعني ميمبرين يسمح ان الميه تعدي. طيب الميه دي هتمشي منين لفين؟ الميه دي هتمشي من دايليوتد سوليوشن، يعني سوليوشن مليان ميه، ليه سوليوشن تاني في ميه قليله؟ ليه؟ عشان اي حاجه توصل للبالانس. يعني انت دلوقتي لما تحطي في كوبايه معلقه ملح وشويه ميه، في كوبايه ثانيه معلقتين ملح وشويه ميه، حطيتيهم وحطيتي بينهم سيمي بيرميبل ميمبرين، الميه تروح من الكوبايه اللي فيها معلقه ملح واحده للي فيها معلقتين، لحد ما الاثنين يوصلوا لنفس الكونسنتريشن، يعني يبقوا ايه الاثنين فيهم تقريبا نفس كميه الميه، يعني كل نقطه ملح يبقى ليها نفس كميه الميه. سهله كده؟ ايوه شكرا فهمت اكتر. ثانك يو. هو حضرتك قلت الديفيوجن ات موف فروم هاي تو لو صح؟ ايوه. هاي كونسنتريشن اوف ايه؟ اوف سوليوت. اوف سوليوت يعني الملح هيمشي يروح للملح التاني على حسب الممبرين اللي انت حاطه. يعني انت حاطط ممبرين تخين يعرف، او في فتحات تخين يعرف يعدي السوليوت فالسوليوت يعدي، حاطط ممبرين رفيع السوليوت ما يعرفش يعدي يبقى الميه اللي هتعدي. يعني انا دلوقتي لو جبت كوبايتين وحطيتهم جنب بعض او حطيتهم يعني فوق بعض وبينهم اهي، يعني زي مثلا انا حطيت دلوقتي كوبايه اهي وكوبايه تانية فوقيها وحطيت بينهم ممبرين، على حسب سمك الممبرين ده حاجه من الاثنين هتحصل، يا ديفيوجن يا اوسموزس. اكتيف ترانسبورت دي حاجه بتحصل جوه سيلز. ليه جوه سيلز؟ لانها محتاجه انرجي، يعني محتاجه حاجه تساعدها. يعني دلوقتي مثلا انت محتاج في سيل عندك محتاجه جلوكوز، هي بتاخد الجلوكوز من جسمك باي اكتيف ترانسبورت، يعني تروح تشيل تقول له هات الجلوكوز ده تخطفه، فاكتيف ترانسبورت سيبك منها دلوقتي. كويس؟ الديفيوجن والاوسموز ممكن يحصلوا لنفس، يعني انت جايب كوبايه ملح، كوبايه ميه حطيت عليها معلقه ملح، وكوبايه ميه حطيت عليها معلقتين ملح، على حسب الممبرين اللي انت حاطه بينهم هيحصل ديفيوجن يا اوسموزز. يعني ايه؟ لو حاطط ممبرين يسمح ان الملح يعدي في اخرام كبيره فالملح هيعدي، طب لو حاطط ممبرين ما فيهوش تسمح ان الملح يعدي في ميه اللي تعدي يبقى هيحصل اوسموزز. فاهمين قصدي؟ يعني هما مش حاجتين مختلفين عن بعض، لا، هي اوسموزز دي بوصف بيها حركه ميه، وديفيوجن دي بوصف بيها حركه مينرال او سولت. تمام كده؟ اه. طب هو الاسموزيس from low to high concentration؟ ايوه low concentration of water. لوك خلي بالك، او يعني مش مين اللي بيتكلم؟ انا جانا. اوكي خلي بالك يا جانا لما تقولي كلمه low high تبقى عارفه انت بتتكلمي عن ايه، عشان انت حتى تفهمي نفسك قبل ما تكتبي في الامتحان. يعني ايه؟ يعني اوسموزس بيمشي من low concentration of ايه؟ اوسموزس low concentration of ايه؟ water. لا هو بيمشي من low concentration بتاع solute minerals، يعني بيمشي من diluted solution، يعني بيمشي من high concentration of water ل low concentration of water. خدت بالك بقى ان فرق الكلمه اتلخبط؟ احنا قلنا اسموز يعني توصف حركه الميه، فانا اقول يعني ايه بتمشي من دايليوتد سوليوشن. دايليوتد سوليوشن يعني ايه؟ هاي كونسنتريشن اوف ووتر. معايا كده؟ اه اوكي. اوكي حد عنده اي سؤال تاني في الثلاثه ديفينيشنز دول؟ انا ام سوري بس اي هاف انذر كويستشن. تمام. هو ان ذا اوسموسيس في low concentration of dilute solution to the high concentration to the high concentration صح؟ لا لحظه واحده بس، لحظه واحده.
هو يعني ايه لي concentration of dilute solute؟ يعني ايه يعني كلمة diluted؟ كلمة diluted يعني yes, I mean solution this. يعني لو ما ايوه لا لحظة واحدة، كلمة diluted يعني انت دلوقتي بتقولي الكوباية اللي معايا دي فيها diluted، diluted solution of salt يعني ايه؟ يعني انا حاطة معلقة ملح بس معاها كمية ماي كتير قوي، فدي معناها كلمة diluted يعني فيها high concentration of water و low concentration of solute، فما ينفعش تقولي low concentration يعني فاهم قصدي، حددي ايه اللي low ايه اللي high، لان كلمة diluted لوحدها بتريبريزنت ايه؟ كلمة diluted بتريبريزنت ان في ماي كتير وفي salt قليل، مية كتير وصلت قليل. تمام؟ اوكي thank you. اوكي اعتقد كده وصلنا لمرحلة كويسة اعتقد في النقطة بتاعت الـ diluted concentrations والـ concentrated with active transport و diffusion، صح كده؟ نرجع بقى تاني البورد ورا ونرجع للموضوعنا. طيب هو ايه اللي خلاني افتح الموضوع ده؟ اللي خلاني افتح الموضوع ده ان انت عندك الروت هير سيل دي، الروت هير سيل دي ربنا اداها القدرة انها تعمل حاجات كتير من المورانة دي. طب ازاي؟ واحدة واحدة. اول حاجة نتيجة، بص انا اقول لك ايه معايا، نتيجة ان عندها concentrated sap او sap vacuole او concentrated vacuole الووتر بتمشي باي ايه منين لفين؟ انا عايز رينات ترد عليا. ما هتمشي من السويل للروت باي ايه؟ اسموزس. باي اسموزس. طيب تاني حاجة واحنا قلناها هنا اللي هي في الاكتف ترانسبورت، الروت هير سيل دي جواها ميتوكوندريا، اكيد كلنا عارفين ان الميتوكوندريا بتعمل ايه، الميتوكوندريا بتطلع انرجي صح كده، فالسيل دي فيها ميتوكوندريا كتير ليه؟ علشان تخطف المينرال من السويل، تخطف المينرال من السويل باي يوزنج انرجي، البروسيس دي اسمها ايه يا جنى؟ جنى مين يا مستر؟ بيكوز في كذا واحده هنا. خلاص يعني اللي اهو ردي انت طالما انت مركزه معايا قولي. طب معلش ممكن كان يسي مينرالز ايه؟ معلش I didn't hear. انا دلوقتي بقول ان السيل دي، بصي السيل دي بتستهلك انرجي علشان تخطف المينرالز من السويل تدخلها جواها غصب. بالظبط، وكلمة active transport في كلمة تانية ما قلناهاش عليها مهمة جدا اسمها against the concentration gradient. يعني ايه against the concentration gradient؟ يعني انا عندي salts كتير بس انا طماع هاخد salts اكتر، فده معناها against the concentration gradient، يعني انا شبعان بس برضو باكل تاني. تمام؟ طيب يبقى زي ما مكتوبة اهو في الادابتيشن بتاعتها انها large number وعندها finger like projections فبتزود surface area، large mitochondria يعني عندها energy فبتخلي فيه يحصل active transport للminerals، السب vacuole بتخلي يحصل osmosis، وعندها حاجة اسمها viscous substance بتساعد ان المية تخش وانها ما تتقطعش جوه ال soil particles. اوكي طيب ده سؤال ان ازاي الووتر ابتيك از ثرو اسموزس وامبيبيشن، يعني الميه بتوصل ازاي؟ طبعا كلنا عارفين يعني ايه امبيبيشن او سوكينج، صح ولا لا؟ يعني انت دلوقتي لو وقعت منك شويه ميه على الارض وجبت منديل حطيته هتلاقي المنديل بيتشرب الميه، يعني انت مش لازم تقعد تمسح الحته دي، المنديل بيتشرب الميه، الميه بتقعد تخش جوه المنديل من كل ناحيه، صح ولا لا؟ صح. ايوه صح. تمام اوكي. طيب في سؤال بيجي جه في الباست بيبرز ان ازاي الروت هير سيل هيلبين ابتيك اوف ووتر باي اسموز، يعني الروت هير سيل ايه الادابتيشن اللي جواها اللي ربنا خلقه لها اللي بيساعدها انها تعمل اسموزس؟ ثلاث حاجات زي ما قلنا ان عندها كونسنتريتد فاكيول فبتساعد في الاسموزس، عندنا السيل ممبرين دي كده كده قاعده في اي اسموزس لازم يبقى ايه
partially permeable أو semi permeable membrane. وآخر حاجة إن the water enters to the concentrated medium اللي هي root hair cell اللي هو أصلاً definition بتاع الأوسموزيس. تمام؟ بعد ده حتي بسرعة عشان أوريدي إحنا شرحناها. طيب أدي بقى صورة تانية. دي الروت سايت زي ما كانت مرسومة من شوية, وادي الروت هير سيلز اهي تبقى كتير 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 كتير. تمام. طيب خدنا المية, احنا كنا بنشرح الروت هير سيل دي ليه عشان نشوف لما بناخد مية ومينرز بيروحوا فين. خدنا المية, المية تبدأ تروح للسنتر بتاع الروت. طب السنتر بتاع الروت ده لقينا في حاجتين قلنا اللي هما الفلوم والزايلم. طيب بس احنا لسه ما قلناش مين فيهم بيعمل ايه. طيب هنبدا بقى نبص اكتر. الميه انت هدفك ان الميه تخش جوه الروت ولا هدفك ان الميه توصل للليف فوق خالص في البلانت من فوق؟ توصل للليف. اعتقد هدفك توصل للليف. ليه؟ عشان الليف تاخد الميه, تاخد كربون دايكسايد وتعمل ايه, تاخد السان لايت وتعمل فوتوسينثيز. صح الكلام ده؟ صح. طيب طب ايه بقى الباثوي؟ يعني انا دلوقتي عايزك تشرح لي الباثوي من ساعه ما الميه كانت في السويل, من ساعه ما انت صحيت الصبح وقررت تسقي الزرع بتاعك في البلكونه لحد ما توصل للليف فوق. اول حاجه ان الووتر بتباس بعد ما انت حطيتها في السويل, الروت هير سيل بتاخدها. بعد ما الروت هير سيل بتاخدها بتمشي حاجه, بتمشي اكروس الكورتكس يعني بتعدي توصل لنص الروت. انا عايز اوريكم الصور, خليكم بصين في الصوره دي. الصوره دي كويسه جدا فاهمنا. ادي هي بتمشي في الروت هير سيل. بعد ما بتمشي في الروت هير سيل الووتر بتعدي بتوصل بقى للفيسلز اللي هي الزايلم ولا الفلوم. دي بقى الاجابه اللي احنا كنا مستنينها من اول خالص الكلاس, ان الزايلم هو اللي مسؤول عن الموفمنت اوف ووتر. فعشان كده لو نبص كده فوق خالص فوق خالص فوق خالص, فاكرين شكل الزايلم كان ايه؟ شايفين عامل ازاي؟ تحس ما فيهوش سيلز, تحس ان هو عباره عن 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 ايه, عن تيوبس. لو بصيت كده على الصوره مش تحس ان الزايلم عباره عن تيوبس اهو اللي هو بالاحمر, غير الفلوم. الفلوم عباره عن سيلز, هتحس الزايلم عبارة عن تيوبس. صح ولا لا؟ يعني من الاخر الزايلم دي كأنها خراطيم مية جوه ايه, جوه البلانت. هي اللي مسؤولة ان المية تطلع فيها من غير obstacles, من غير ما تقعد تخبط في حاجات. ليه؟ لان عايزين الخراطيم دي تبقى ايه, مش مسدودة, تطلع المية بسرعة توصل للليف. صح ولا لا؟ صح. نرجع تاني للصورة اللي فيها details اكتر. يبقى الميه بتوصل عن طريق الروت هير سيلز, بتمشي جوه 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 في الروت لحد ما توصل في نص الروت. بتلاقي زايلم وفلوم بتخش عن طريق الزايلم, بتبدا تطلع ناحيه بقى الستام والليفز. تمام. وطبعا في حاجه اسمها سبونجي ميزوفيل سيلز, ممكن يبقى نتكلم عنها لو انتم متعرفوهاش. يعني بتوصل عن طريق سيلز معينه توصل جوه الليف. بعد ما توصل في الليف لقينا البلانت بيعمل حاجه غريبه جدا جدا جدا. لما بنصحى بدري قوي الساعه 6 الصبح كده ولا 7 الصبح, مش تعدي كده جنب العربيات او لو لمست بلانت تحسه مبلول ميه؟ يعني لو لمست الليف كده تحسها مبلوله ميه, او العربيات كده تحس عليها نقط ميه بنسميها ندى. عمر حد فيكم شاف حاجه زي كده؟ بس مش دي بتبقى هيوميديتي؟ ايوه. حلو. نتيجة ايه؟ يعني نتيجة ايه؟ حاجة من الهيوميديتي نتيجة ايه؟ يعني ليه البلانت بتلاقي عليه نقط مية كده؟ ليه بتلاقي عليه نقط مية كده؟ البلانت بيعمل حاجة اسمها transpiration. يعني ايه transpiration؟ يعني البلانت عايز يحافظ على الووتر انها توصل من تحت لفوق. طيب في بقى سؤال, هل المية بتوصل الزايلم فيسلز دي من تحت لفوق ولا هي بتتشد من فوق؟ يعني ايه؟ طيب انت دلوقتي اعتبر انك ساكن في الدور الخامس, الميه بتطلع لك ازاي؟ عن طريق ان في موتور ميه بيضخ الميه دي فوق. منطقي ولا مش منطقي؟ هو في حد بيخش ويخرج؟ يعني في حد سابنا ورجع و... طيب يعني ماشي نكمل احنا كلامنا. طيب
المية بتمشي ازاي؟ بتمشي انها تتضخ في موتور مية تحت في العمارة من تحت وتطلع لك في الطول اللي فوق. منطقي ولا مش منطقي؟ طيب دلوقتي البلانت مفهوش موتور مية، ربنا يعوض بقى البلانت بايه عشان مفهوش موتور مية؟ يعوضه عن طريق حاجة اسمها transpiration. يعني ايه transpiration؟ transpiration يعني المية بتخش من الروتر سيل تطلع 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 لحد الليف. الليف تعمل فيها ايه؟ تاخد منها شوية وتطلع الباقي از ووتر فيبر. فالووتر فيبر ده انت بتشوفه في ايه؟ تلاقيه بقى على البلانت نقط مية، تلاقيه على العربيات نقط مية، فده اللي بنسميه ندى. طب ليه البلانت يعني بيعمل الحركة دي؟ يعني هو مش محتاج طب اكمل بس عشان ما يعني ما تفصلوش مني وهقف مع الأسئلة كلها. اوكي طيب طيب طب ليه البلانت بيعمل كده؟ البلانت بيعمل كده علشان المية كده فيها خاصية اللي هي ايه؟ انت لو حطيت المية كأنها في تيوب، تيوب رفيعة كده وطلعت فيها، لو المية دي اتبخرت تبدأ تشد مية تاني من تحت. يعني ليه خاصية كده ان الـ الووتر كولم، الووتر كولم يعني هو عمود المية اللي بيطلع ده، العمود ده لو ما تقطعش، يعني لو ما تقطعش يعني انت ما حطيتش فيه هوا في النص هيبدأ يطلع طول العمر. طب يعني ايه اللي انا بقولك؟ ممكن الناس تبدأ تريليت بكلام هقوله. يعني انت دلوقتي سيادتك لما بتقطع وردة او بتاخد حتة بلانت تشيلها من السويل وتيجي تحطها تاني عندك في البيت بتلاقيها ماتت لو انت مش شايلها بالسويل بتاعها. طب ليه بتموت؟ لان الروت هير سيل ما بقتش تسحب ميه، فضلت تسحب. يعني زي الانسان بيطلع في الافلام يقول لك ده خد حقنه مش عارف هوا ومات. البلانت نفس الكلام، لو الميه دي اتقطعت بهوا البلانت يموت. يعني البلانت عايز يحافظ على كل الميه ما يتقطعش من اول الروت هير سيل لحد ما يطلع ترانسبيريشن. قصيه الترانسبيريشن دي بتخلي ان البلانت يبول الووتر من الروت هير سيل، فالروت هير سيل تبول ووتر من السويل. البلانت في الطبيعي مش بيبوش الووتر ابورد، بيبول الووتر، هو اللي بيشدها من تحت. فاهمين حاجه معايا ولا لا؟ يعني اسئله بقى، اللي عنده اسئله يانميوت. اوكي طيب ها الاسئله. يعني هو الترانسبيريشن ده الموتور بتاع البلانت صح؟ صح كده، الترانسبيريشن ده اللي بيعود البلانت ان هو ما عندوش موتور. فبيعمل ايه؟ يعمل ايفابوريشن اوف ووتر علشان دايما يحافظ ان هو يطلع ميه من فوق، فالميه يجبرها انها تتشد من تحت. معايا ولا لا؟ أيوة. طيب حضرتك في النقطه الاخيره حد عنده اسئله يا جماعه؟ انا هحكي عليكم بسرعه صراحه. جنى جنى في حد بيتكلم بس مقطع جامد. ايوه كنت بسال حضرتك، يعني حضرتك في النقطه الاخيره قلت كان بصوت مقطع جامد قوي، يعني انا مش سامع. طيب لحظة حاول أعدله. هو سوري ما مستر، هو can I ask a question؟ ألو أنا سمع، أنا الصوت قطع. يعني اللي عايز يسأل يقول لي يتفضل يسأل، بس الصوت كان قطع فأنا ما سمعتش. Yes, okay, I'll ask. Mr. هو في الترانسبيريشن you said that it يعني بيكبروا إن it push بتاع من تحت لفوق، بس هو it pulls في الحقيقة it pulls. هو it pulls من فين بقى بالظبط؟ it pulls. Yes, yes, I said it pulls. من فوق لتحت يعني. أيوة it pulls الووتر من عند الليف بتشدها من تحت. الطبيعي المية بتطلع منين؟ من تحت لفوق. يعني انت لو ساكنة في دور عالي الطبيعي ان المية بتتزقلك بموتور، بيحصل لها بوشنج بموتور مية علشان تطلع لك فوق. البلانت ما عندوش موتور مية، فربنا خلق
حاجة في البلانت، ودي حاجة اللي علاقة بفيزيكس، يعني ان الكولوم اوف ووتر لو ما حصلوش انتربشن هيفضل يطلع لفوق. فالبلانت بيعمل كده، بيستخدم الحتة دي بتاعت الفيزيكس ان هو يبول الووتر من فوق لتحت، يبول يشد الماء من تحت يقول لها اطلع لي فوق. طب عشان يقول لها اطلع لي فوق هو مش هيخزنها فوق، فيبدأ يعمل ترانسبيريشن، بيطلع المية الزيادة دي لبرة، فيبقى لسه عنده مساحة يشد مية تاني، عنده مكان يشد مية تاني. فهمتي قصدي؟ Yes, I understood it. Thank you, Mr. دي يعني كده by very very simple. Okay. طيب حد تاني عنده مشكلة في اللي احنا بنقوله؟ جنى، حبيبة، ريهام، ريناد، كاكل، اوكي. طيب اوكي. طيب من اللي قلناه عن الترانسبيريشن ده يعني زي باثوي كده، روت هير سيل، روت كورتكس سيلز، يعني اللي هي السيلز اللي جوه زايلم والليف ميزوفيل سيلز، دي حاجه جوه البلانت سيلز، يعني انتوا عارفين الاناتومي بتاعت البلانت سيلز. طيب هنط الادابتيشن بتاع الزايلم فيسلز، ان احنا التوبيك بتاعنا اصلا ترانسبيريشن النهارده. طيب الترانسبيريشن قلنا بيهلب البلانت تو بول الووتر ابورد، صح؟ طيب طب في سؤال هنا، يعني سؤال المفروض يخطر ببالكم كده، طب هل المفروض الترانسبيريشن ده حاجه ثابته؟ يعني الترانسبيريشن ده ما ينفعش وقت يزيد وقت يقل، الصيف زي الشتاء، يعني الترانسبيريشن ده زي السويتنج في الهيومن، البلانت كانه بيعمل سويتنج بس البروسيس دي بنسميها ترانسبيريشن. زي ما انت السويتنج بتاعك بيختلف في الصيف عن الشتاء، وانت بتعمل رياضه وانت بتعملش رياضه، الجو حر الجو برد، البلانت نفس الكلام بالظبط. يعني ايه نفس الكلام بالظبط؟ يعني تفتكر دلوقتي ان لو انت البلانت بتحط له ميه كتير، تفتكر فود ترانسبيريشن هيزيد ولا هيقل؟ طب تفتكر لو البلانت في ويند جامده، طب تفتكر لو الجو حر قوي البلانت يبقى محتاج ميه ولا هيقعد يطلعها؟ طب لو الـ 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 المكان حواليك الهيوميديتي فيه عاليه قوي، يعني انت الووتر فيبر عاليه قوي، تفتكر البلانت هيعرف يطلع ووتر فيبر ولا مش هيعرف قوي؟ اسئله كتير قوي. فنبدا بقى نتكلم ان في حاجات فاكتورز بتأفكت الريت اوف ترانسبيريشن. يعني فاكتورز افكتنج ريت اوف ترانسبيريشن، يعني الترانسبيريشن ده مش ثابت في اي وقت، لا الترانسبيريشن ده بيختلف من وقت لوقت. طيب هل كل فاكتورز زي ما قلتها كده اكسترنال فاكتورز زي الوذر، زي الهيوميديتي بتاعت المكان، زي اللايت بتاع السن، احنا الصبح ولا بالليل؟ لا، في كمان فاكتورز انترنال. يعني ايه فاكتورز انترنال؟ البلانت او الليف بتعمل ترانسبيريشن ثرو اوبننجز بنسميها استوماتا. طب اكيد الاستوماتا دي لو كتير البلانت هيبقى عنده فرصه يعمل ترانسبيريشن اكتر، منطقي ولا مش منطقي؟ طيب لو البلانت لو البلانت الثيكنس بتاعت الكريتيكال، ايه الكريتيكال؟ دي حاجه زي الابيديرمز بتاعك كده من بره، يعني كانه الجلد بتاع البلانت من بره. الكريتيكال ده عباره عن كانها واكسي لاير، الواكسي لاير دي هتمنع الووتر فيبر لو تخينه، بس لو رفيعه مش هتمنع الووتر فيبر. يعني في فاكتورز موجوده في الليف زي اسمها انترنال فاكتورز، مكتوبه قدامكم اهي، ريليتد تو ذا ستراكشر اوف ذا بلانت. اول حاجه زي ما قلنا نمبر اوف ستومت. يعني ايه نمبر اوف ستومت؟ از دايركتلي بروبورشن، يعني من الاخر كده الستومت دي الاوبننجز اللي بيحصل منها الترانسبيريشن، لو النمبر بتاعها زاد الترانسبيريشن هيزيد لان الميه عماله تخرج من كل حته، لو قلت هيقل. طيب الاكسبوز سيرفيس اريا، السيرفيس اريا اللي بتعمل ترانسبيريشن اللي هي الليف نفسها، الليف نفسها لو عريضه تبقى عندها ستومتا برضه كتير اللي هتعمل ترانسبيريشن كتير. طيب الاير سبيسز ان ذا ليف، الاستوماتا دي عشان تعمل ترانسبيريشن بيبقى وراها زي اير سبيسز، يعني زي اماكن فاضيه بتجمع الميه، لو مفيش اماكن تجمع الميه مش هيبقى اصلا في فرصه انها تعمل ترانسبيريشن برضو كتير. واخر حاجه قلنا الكيوتيكل لاير انفرسلي بروبورشن، يعني لو تخينه ترانسبيريشن هيبقى ايه؟ قليل. حد عنده مشكله في الانترنال فاكتورز؟ لا. اوكي فيري جود. طيب. وقال هنا في النقطة ديت number of stomata directly proportion، يعني directly proportion to A بالضبط. تمام. to transpiration.
انا اللي بتكلم عليه هو ترانسبيريشن، الكلمه دايركتلي او انفرسلي بروبورشن ويز او ان ريليشن تو ترانسبيريشن. يعني ايه تاني نمبر اوف ستوماتا؟ يعني انا دلوقتي بقول لك ان الترانسبيريشن ده بيحصل عن طريق او الميه اللي هي الووتر فيبر اللي بتطلع عن طريق ترانسبيريشن، بتطلع عن طريق اوبننجز في الليف. طب لو في اوبننجز كتير في الليف تفتكر يحصل ترانسبيريشن اكتر ولا اقل؟ اكتر. حلو، يبقى directly proportion. يعني لما النمبر ده يزيد برضو ده يزيد، ولما ده يقل ده هيقل. فهمتوا يعني كلمة directly versus proportion؟ اه تمام. طيب في بقى external factors. external factors نحتاج نركز حاجة بسيطة قوي مع بعض وسهلة قوي. external factors عندنا حاجة زي مثلا air current، يعني سرعة الهواء اللي حوالين البلانت. لما الهواء يبقى ماشي بسرعة 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 معناه ايه؟ معناه ان كل ما البلانت هيجي يعمل ترانسبيريشن يعني ووتر فيبر هتطلع، الاير هيبعد الووتر فيبر دي، فالبلانت يطلع ووتر فيبر تاني، البلانت يطلع ووتر فيبر تاني. طيب يعني ايه؟ يعني ايه؟ طب هقارنها لكم بحاجه سريعه زي الهيوميديتي. يعني ايه هيوميديتي؟ يعني لو اوريدي مثلا احنا في الحر، الجو حر جدا، واحنا في مكان فيه ميه مثلا عند البحر عند النيل عند اي حاجه والجو حر، فبيحصل اصلا evaporation of water. يعني already الجو مليان water vapor، فالبلانت يجي يطلع water vapor ملوش مكان، عشان ده بيحصل نتيجه diffusion. الwater vapor بتطلع في المكان اللي ما فيهوش water vapor، diffusion عادي جدا. فلما يكون في air current عالي، يعني البلانت جي يطلع 5 water vapor، 5 molecules of water عن طريق انهم water vapor، عامل الهواء زقهم، فالحته اللي جنب البلانت ما يبقاش فيها ووتر فيبر فيطلع تاني. طب لما يبقى فيه هوميديتي، يعني البلانت واقف حوالين مليون مايكل اوف ووتر، فهو مش عارف يطلع، ما فيش مكان يطلع فيه. فالاير كارنت از دايركتلي بروبورشن ويز ترانسبيريشن. يعني لما الاير كارنت يزيد الترانسبيريشن هيزيد، لما الاير كارنت يقل الترانسبيريشن هيقل. طب الكلام ده عكس ايه بالظبط؟ عكس الهوميديتي. ليه؟ لان الهيوميديتي لما تبقى عاليه قوي، يعني الهواء ساتوريتد وذ ووتر فيبر، البلانت مش هيلاقي مكان يطلع فيه ووتر فيبر، مش هيطلع، هيبقى قلل ان هو يطلع. صح ولا لا؟ صح. طيب واللايت، اللايت انكريز ذا ريت اوف ترانسبيريشن. ليه؟ عشان الاستوماتا، يعني الاستوماتا زي ما بتطلع ووتر فيبر بتدخل كربون دايوكسيد للبلانت علشان يعمل بيه ايه؟ يعمل بيه فوتوسينثيسيس. فدلوقتي لما يبقى فيه لايت قوي، فالبلانت عايز يفتح الاستوماتا عشان يدخل كربون دايوكسيد يعمل فوتوسينثيسيس، وهو فاتح بيدخل كربون دايوكسيد، تلاقي ووتر فيبر ايه بيهرب بقى من البلانت يطلع بره. تمام؟ تمام. وادي صوره، ادي صوره للترانسبيريشن. شايفين الووتر بتمشي ازاي؟ هي وصلت من روت هير سيلز، طلعت ثرو زايلم فيسلز، طلعت خرجت من الليف، طلعت بره. تمام. في اي مشكله يا جماعه في اللي بقوله؟ لا الدنيا تمام واضح. تمام اوكي حلو قوي. طيب هوريكم صوره ثانيه كده، او هوريكم يعني ستيتمنت ثانيه برضو مهمه تبقوا عارفينها. بعدين هنبدا بقى نحل كام سؤال من الباست بيبرز. Thank you.
طيب اللي كنت عايز اوريهم لكم الستيت دي مهمه قوي. بيقول الترانسبيريشن هيلبس ذا بلانت تو بول ووتر ابوردز. تمام اعتقد كانت فرح بتسال. يبقى تو بول ووتر ابوردز. But when the rate of transpiration is higher than the rate of uptake. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو دلوقتي البلانت سي مثلا في اير كارنت عالي قوي, فالبلانت قلنا ان ساعتها هيعمل ترانسبيريشن اعلى ولا اقل؟ يعني الريت بتاع ترانسبيريشن هيبقى higher ولا lower؟ lower. higher. مين قال lower؟ مش انا اعتقد. ليه lower؟ لو الاير كورنت عالي, اير كورنت عالي يعني يبقى في more water molecules in the air. لا لو الاير كورنت عالي هيبقى الووتر مولكيولز اقل. يا اير كورنت عالي يعني هواء قوي, فالووتر فيبر اللي هتطلع هتبعد الهواء قوي يعني هيوديها لمكان بعيد, صح ولا لا؟ صح. لو الـ rate of transpiration عالي higher than the rate of uptake, يعني البلانت كده كأنه بيلوز water. لما بيلوز water زي في strong winds أو hot weather أو concentration بتاع cell sap بقى higher than surroundings, بيحصل حاجة اسمها wilting. يعني إيه wilting؟ الwater اللي بتخلي البلانت واقف upright كده, ووتر بتطلع فالبلانت كأنه منفوخ. كويس. عشان كده لو يعني احيانا كده واحنا كنا اطفال مش عارفين ده غلط, لو ماسكين كده مثلا يعني ليف مثلا فينا حاول تدوس عليها تلاقيها بتطلع ووتر. ليه؟ او ستيم دوست عليه ليه بيطلع ووتر؟ لان الووتر هي اللي بتخلي البلانت واقف ابرايت. فلما يبدا يلوز ووتر بيحصل حاجه اسمها ويلتنج. ويلتنج دي زي اخر صوره هنا, ان البلانت بيبدا شكله كانه بيموت بس هو ما ماتش. يعني ايه؟ هو الورق بتاعه مش اصفر, بتاعه اخضر عادي بس الووتر قليله, تحس ان الورق منكمش كان مفيش ووتر توقفه ابرايت. تمام. ده معناها ان الووتر ان الويلتنج مينز ان البلانت لوزز ووتر مور ذان الجيند ووتر. عشان كده في دايما سؤال بيتسال, ليه I can't use sea water to soil the plant؟ عشان ايه اللي هيحصل للبلانت؟ هيحصل له ويلتنج عشان السي ووتر دي مليانه ايه؟ سولت. يعني كونسنتريتد سولوشن. فالسي ووتر لما تيجي تحطها على البلانت هي اللي هتاخد ووتر من البلانت, مش هتدي له ووتر, فالبلانت يحصل له ايه؟ ويلتنج. صح ولا لا؟ ايوه. تمام. طيب حد كده عنده اي اسئله يا شباب؟ لا. طيب الترانسبيريشن ممكن يكون من اصعب الدروس, عشان كده اخترناها. مرتبط شويه بدروس ثانيه زي اللي شرحناها, زي الموفمنت اوف سبستنسز وزي الستراكشر اوف ليف. شرحنا منه بس الزايلم عشان دي اللي هنستخدمها, بس يعني حبيت اشرح لكم حاجه صعبه. اوكي. طيب هنبدا بقى نحل اسئله. عايز يعني يعني كل واحد بقى ايه من اللي مترتبين كده عندي في الاسماء كده يعني طالعه لي. ففي جنى مصطفى ممكن تحلي اول سؤال. Which process is used to transport sucrose from leaves of a plant to its flowers؟ لو انت كنت خدتي الترانسبورت ان بلانتس اصلا, لو ما خدتيهوش خلاص. الديفيوجن. انت اصلا خدتيه ولا ما خدتيهوش؟ طيب عشان ابقى عارف بس. ايوه. طيب اقري كده السؤال تاني وقولي لي ده اصلا السكروز بيبقى ترانسبورتد ثرو ايه. Which process is used to transport sucrose from the leaves of a plant to its flower? أني فيسز التنل؟ الزايلم ولا الفلوم؟ فلوم. فلوم. برافو عليك. طيب
الفلوم البروسيس اللي بتحصل جواه اسمها translocation. يبقى لما تشوفي كلمة فلوم ويسألك عن البروسيس هتقولوا لي translocation اللي هي C. اوكي يبقى الفلوم بيحصل جواه بروسيس اسمها ايه؟ translocation. تمام؟ اوكي طيب يعني سريعا علشان اللي خد الترانسبورت يعني ايه كلمة translocation؟ translocation بمنتهى البساطة يعني الموفمنت بتاع السكروز والأمينو أسيد from regions of production اللي هي leaves لregions بتاعت utilization. تمام؟ ايه regions of utilization أو يحصل يعني growth. تمام؟ يحصل يعني growth للplant. اوكي؟ دي حاجة صعبة؟ لا. اوكي تاني سؤال فرح خالد. By which process is water lost from a leaf? Lost from a leaf. ال process دي أصلاً اسمها إيه؟ ال loss of water. هو ممكن active transport. لا بنروح بنروح واحدة واحدة. إحنا أصلاً اللي إحنا الدرس بتاعنا النهاردة اسمه إيه؟ Transpiration. حلو قوي. واحنا قلنا زي الاكزامبلز بتاعت الهيوميديتي عملتها في نص كده زي الاكزامبلز بتاعت الهيوميديتي والاير كارنت. مش قلت لو في ووتر فيبر قليل فالبلانت مش هيعرف يديفيوز صح؟ مش قلت الكلام ده؟ او لو بلانت قصدي في ووتر فيبر كتير في الهيوميديتي فمش عارف يعمل ديفيوجن لووتر فيبر تاني. ليه؟ لانها بتمشي من عادي من هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن. اللي من هاي لو كونسنتريشن من غير اي حاجه ده اسمها ايه؟ هاي تو لو هيبقى ديفيوجن. ديفيوجن حد عنده مشكله؟ يبقى الترانسبيريشن بيحصل عن طريق الديفيوجن. اوكي طيب كده جنى وفرح في حبيبه. ايوه ممكن تخلي السؤال ده بيقول لك which graph shows most clearly what will happen to the rate الاسئله بتصعب شويه to the rate of transpiration as humidity increases. يعني ايه لما الدنيا تبقى مليانه ووتر فيبر يبقى كده البلانت هيعرف يديفيوز ووتر فيبر ولا مش هيعرف لما تبقى مليانه ووتر فيبر؟ معايا ولا مش هيعرف هيبقى قليل مش هيعرف يعني يعني rate of transpiration هيقل ولا هيزيد؟ هيقل هيقل يعني A ولا B ولا C ولا D؟ هيقل B I think B. برافو عليكي. طيب طيب اللي بعده مين يا شباب؟ جنى احمد. Yes, hi. The diagram shows a potted plant and some and the same plant 24 hours later. البلانت ده شكله كده ايه اللي حصل له؟ It's wilted. لما قلنا الصورة دي معناها wilting. حلو قوي. طيب الويلتنج ده بيحصل نتيجة ايه؟ ان الووتر بتبقى اللوس بتاعها اكتر من الابتيك ولا الابتيك اكتر من اللوس؟ اللوس اكتر من الابتيك. It's A. Loss water loss is B. ولا B ولا C ولا D؟ A. حلو قوي. برافو عليكي. برافو عليكي. اللي بعده ريناد محمد. الكوستشن اللي هو ساينس انفستيجيت ذا موفمنت اوف سبستنس باينه ولا مش باينه؟ باينه. اوكي ساينس انفستيجيت ذا موفمنت اوف سبستنس ان ا بلانت. They cut a ring of tissue from the stem. ماشي. Removing the tissue
removes some of the transparent vessels found around the edge of the stem. مش قطعوا حتهم وبقى ده منظر الكلام. A few days later they notice swelling above the area where the tissue has been removed. يعني هم شالوا حتة كده بعدين بصوا على الحتة اللي فوقيها يعني هنا الروتس وهنا الليفز. شالوا حتة كده من الستم شوية كده ولقوا ايه أو few days later يعني شافوا ان الحتة دي حصل لها swelling زي هنا. تفتكري انت خدتي الأول الترانسبورت ولا لأ؟ خدتي الترانسبورت كله ولا لأ؟ لا بس طيب اوكي في حد خد الترانسبورت يعني جنى ياسر او ريهام او جنى مصطفى انا سوف بالي يا جماعه ازاي يعني جنى ناس كتير I have taken it. طيب ممكن تقولي الإجابة؟ إيه بقى اللي خلاها يحصل سوالينج؟ زي أول سؤال الإيه؟ I'm just thinking about it one second. Is it B or no A? A منطقي أكتر ليه؟ لأن الليفز عملت لك سكروز وأمينو أسيدز والسكروز والأمينو أسيدز مش عارفين ينزلوا تحت. فعمل سوالينج هنا. بس بيروح صح ولا لأ؟ مش للسورس. It's A. I guess it's A. برافو عليكي. طيب. The last question. ده برضه محتاج حد يبقى خد او يعني اعتقد كلكم دلوقتي احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه بس ما لو حد خد الترانسبورت هيبقى احسن يعني برضه يعني جنى مصطفى وجنى ياسر وريهام عشان ما جاوبتوش. Yes, I'm with you. اوكي. جنى مصطفى اوكي. جنى ياسر ريهام وانت معانا ولا؟ أي معاك. أخدتي ترانسبورت ولا لأ؟ أيوة أخدته. طيب أوكي جنى ياسر يعني حلي كده السؤال وما تقوليش الإجابة وريهام برضو حلي وأسألكم يعني تحلوا مع بعض بقى عشان هو آخر question. Oh, should anyone answer or someone? I don't know. لا يعني لو انت خلصتي وريام خلصت يعني قولي لي كده يا جنى الإجابة. اوكي طب خلاص قولي لي كده يا جنى الإجابة. اوكي I think why is xylem I think why is xylem and C. زايلم هو اللي جوه يا زايلم هو كبير I think it's C why is zylum ماشي why is C the answer is C I said طيب اوكي ماشي اوكي انتو مستر مفيش صوت معرفش لو عندي بس انا مش سامعه مستر you're muted
Even me, I can't hear. Yes, I can't hear too. الو ايوه كده سامعين حضرتك الو كده تمام طيب اوكي طيب كنت بقول لكم ان الانسر فعلا سي علشان الزايلم هي اللي بتموف ووتر واينز وعباره عن تيوبس فبتبقى كبيره كده باينه والفلوم هي اللي بتموف سكروز وامينو اسيدز او هو انا كاتب سكروز بس وعباره عن سيلز فالسيلز بتسلم بعضها السكروز زي زي ده وبس كده اي هوب تبقوا استفدتوا حاولنا نتكلم على سبيسيفيك توبيك زي الترانسبيريشن بس خلانا نتشتت في كام توبيك تاني كده عشان تجمعوا الموضوع بس لو حد عنده اي اسئله من اللي قلناه في حاجه شرحناها ممكن يعني يسالنا دلوقتي هو الـ transportation للـ amino acids والـ sucrose translocation اوكي شكرا اوكي في حد عنده اي اسئله يا جماعه نو ثانك يو No, thanks. Okay. Thanks, Mr. No. Thank you. Thank you. Thank you. يعني إن شاء الله نبقى يعني إذا كان topic اخترناه من النص كده علشان ما يبقاش حد خده قبل كده يعني فنبقى نبدأ من الصفر مع بعض بس إن شاء الله بعد كده يعني هنكمل بقى بسيكونس المنهج نفسه يعني إن شاء الله بس كده تمام ان شاء الله شكرا جدا شكرا جدا و باي باي ان شاء الله اشوفكم تاني thank you mister see you soon ان شاء الله okay thank you bye bye bye